الروتي الإخبارية مظبوطة، في نسبة انسحابات كبيرة من الليل. أنا لازم انسحب فورا. اتكلوا على الله. يلا يا شباب اسمعوني منيح، يلا انسحاب. لحظة بس، صوتك عم يقطش، ما عم اسمعك. هلا فهمني، الشباب هجموا؟ هلا بلش هجوم علي. الحواجز كانوا متراخين ومتوقعين ابدا. منيح، هذا الكلام حلو. شو ما بصير بتخبرني اول باول، فهمت؟ الشباب على الحواجز عملوا حالهم نايمين بالعسل. كثير منيح، معناتها بنضل على خطتنا. يعطيكم العافية. هيك الفيران بتوقع بالمصيبة. كانوا ناطرينا وراح ناس كثير من عنا. يا شباب السليم يسعف المتصاوب من هون، لروح جيب الدكتور وارجع. ابو صلاح عندكم صيدليه؟ عندكم عده اسعاف؟ ايه في. الله يرضى عليك، شو في عندك؟ هات قطن، جاش، كل شيء هاتوا. من هون لروح جيب الدكتور وارجع. ليش رح تترك الشباب ملقحين هون بالمعمل؟ لك وقتها كان يتركون. بس احنا مو هيك متفقين. لك على شو متفقين؟ جمال بيك اذا سمع بهالحكي ما راح يرضى بنوب. اسمع ابو صلاح، إذا ما بتطلع من راسي موصلي معي لهون. شبابي بين الحياة والموت، ولسه أنت بتقلي كمال بيك برضى وما برضى؟ إن شاء الله 60 عمره ما يرضى. أخي أنا عبد مأمور وما فيني خليكم هون بهالحالة، والمعمل أمانة برقبتي وفي اتفاق بيناتنا، وإذا هلا ما أخذت شبابها أنا حبتصرف. شوفوا لا، إذا ما بتنفذ الحكي اللي عمل لك عليه أقسم بالله بصفيك. سمعان لما لا؟ حاضر. عمر شحطه بالروب. خلي عينك الشباب، لا يحرك يتحرك. أبو صلاح خلص عليك. واصل مشوار مجنح. أبو حذيفة، أبو عمر، حاول. أنت شو عم تحكي؟ شلون يعني الهجوم فشل؟ ليش الشباب ما تأكدوا إنه يسمع الحواجز إنه ما في حدا؟ طبعا القصة كلها ملعوبة من الأمن. أنت شلون جبت المعلومات؟ نهمتك أنت، شو بدك القصة هاي؟ فهمني شو صار؟ أخبرك مشان تلحق حالك. يا لا معتبرينها خاين، قرار تصفيتك رح يصدر بين لحظة والتاني، والأمن أكيد مراقبة، وإذا بجدها بتطلع برا البلد. روح 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 بعدين نحكي يلا. قلتيها يا بنت الكلب.